وإنما فساد موجود في بلدية معقوبة، والعدد 1700 قطعة. صحيح. محافظ ديالى مع أكثر من يعني وزير حاول أن يحل هذا الموضوع. إذا كان الموضوع يحل بالقانون فالقضاء يحكم بإعادة كل هذه القطع وتوزيعها من جديد، وهذا سيكون ظلم كبير على المواطنين. لذلك كان تدخل من قبلنا وزيارة إلى بلدية معقوبة حتى نعرف شنو الإجراءات اللي اتخذتها البلدية. الملف فيه تقصير كبير من قبل البلدية، يعني هنالك متنفذين مستفيدين قاموا بالسيطرة على أكثر من 200 قطعة، هم يعني اللي معروفين يعرفون بسيادة الإجراءات النائب. القانونية في هذا. يعني أفهم من كلامك أنهم معروفين المستفيدين، يعني واللي أغلبهم موجودين، هم موجودين في دوائر الدولة أو متنفذين تابعين لجهات سياسية مستفيدين، ولا يريدون حل هذا الموضوع. بالتالي احنا قمنا ب يعني جلوس مع محافظة ديالى، محافظة ديالى تمنى الموضوع رسميا، وجهنا كتاب إلى رئيس الوزراء، ننتظر قرار من رئيس الوزراء أن يخول محافظة ديالى بإنهاء هذا الملف وتوزيعها. هنالك ما يقارب 500 قطعة من هذه القطع لا يمكن أن يحل موضوعها، لأنها وزعت على أراضي لا يمكن أن تكون سكنية، يعني فيها مواقع للمدارس أو للمستشفيات أو مناطق خضراء قاموا بتوزيعها للأسف، وهذه لا يمكن أن تحل. ما تقريبا 1108 قطعة، يعني الموضوع سيحل بقرار من رئيس الوزراء ومن ثم يوجه محافظ ديالى حتى يحسم هذا الموضوع، وننتظر الإجراءات في هذا الأمر، متابعين هذا الموضوع اللي نتمناه أنه تسرع الإجراءات وحسم هذا الموضوع الذي يمثل مشكلة حقيقية ل 1700 عائلة في قضاء معقوبة. نعم سيادة النائب، يعني سمعنا أهالينا بديالة، بس أريد أفتهم من عندك أكثر. صحيح ما يقال أنه وجود مافيات تحاول السيطرة على الأراضي الزراعية، وجنابك ذكرت أنه بالفعل أكو أشخاص متنفذين دي سيطرون على هذا الشيء. يعني موضوع المناطق أو الأراضي الزراعية اللي تم السيطرة عليها من قبل شخصيات في محافظة ديالى، أو مو بعنوان عصابات وإنما شخصيات متنفذة لديها نفوذ سياسي في المحافظة، وأغلب هذه الشخصيات اللي سيطر على الأراضي في قضاء معقوبة هم من خارج قضاء معقوبة، يعني من الأقضية الأخرى. هنالك أراضي زراعية أما يتم شرائها من أصحابها أو تحويلها من قبل الزراعة ومن ثم بيعها على شكل قطع سكنية. طبعا أول شيء هذا مخالفة قانونية واضحة، ومرة أخرى أنه هذه الشخصيات تسيطر على هذه الأراضي بالقوة ويتم بيعها، وتأتي الحكومة المحلية مجبرة بتوفير الخدمات لهذه الأراضي وهي خارج يعني الضوابط بنائها، ولكن عندما يسكن فيها ما يقارب 100 بيت أو 200 بيت أو 500 بيت موجودة هذه يعني أطراف قضاء معقوبة، تكون الحكومة المحلية مجبرة لتوفير الخدمات إلى هذه المناطق لأنها أصبحت أحياء سكنية كبيرة.